السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم راح نقول لكم كلام مهم جدا. كاين بزاف الناس حسبت لهم باللي العقرب يعيش في الصحراء، بصح هذا فو، يعيش في الغابه في المزرعه، يقدر تاني يدخل لك في الدار. بصح هذو الايامات في الصيف فاكونس، الناس بزاف يخرجوا يسهروا يديروا بيكنيك. بصح حذاري، بالك على العقرب، خطير جدا. اليوم حبيت نبريفيركم باللي صح العقرب كان في كل مكان، بصح وين كان خرجوها بفضل هذه المصباح. اكو واجدين هيا معايا مال. كيما راكم تلاحظوا انا لقينا وحده، وتشوفوا هاي اللي كيفاش تبريي فير بيستاش، شي ميته. شوفوا هكذا طبعا ما تبانش، كي نديروا هذا نقربوها شوفوا ها هاي لك، عندها سم خطير. هايلك وحدة، هايلك هاي قدام الدار، هايلك 5 مترات من الدار حتى لهنا. هايلك شو كي تضرب خطأ، ومسكينة عندها يد وحدة، عندها يد وحدة، شو كيش تضربها. شوفوا تضرب مليئة. واو هايلك واحدة، هايلك نشوف فيها كبيرة. ها دوسي معاها، واو قدام الدار، هايلك حيطة الدار، هايلك حيطة الدار، هايلك واو زوج على ضربه. سلام عليكم، نعطيكم نصيحة، كي تمشوا في الغابة بريفيرونس ما تمشوش بالبلاية، و كي البلاصة وين تقعدوا لازم تفيريفيو مليح باللامبا تاع التليفون ولا.